36 سنة مرت على ذكرى أحداث أفريل 1980 التي اندلعت عقب منع الراحل مولود معمري من إلقاء محاضرة باللغة الأمازيغية بجامعة تيزي وزو. أحداث كانت بمثابة شعلة لنضال طويل لطلب إعادة النظر في مسألة الهوية الوطنية وترسيم اللغة الأمازيغية في مكونات الدولة الجزائرية. De notre identité, à savoir la langue et la culture amazigh. ماشي حاشا دي تيزي وزو نهضي بومردس نهضي تيزي وزو دونك ثانيا غور كلي دونك الفافري لاكي سيت اون فات سيت اون فات ناسيونال. ذكرى الربيع الامازيغي تزامنت هذه السنه مع ترسيم الامازيغيه بصفه رسميه في الدستور، لكن الار سي دي يرى ان الامر شكلي وقام بتنظيم مسيره للمطالبه بترسيمها بصفه فعليه. إلاق تمازيغ هاتي لي بصح لونغ اوفيسيال إلاق تيليغ langue de l'État. Il a très plaisir de te lire. C'est une consonne nationale. Une langue officielle qui n'est pas utilisée par les administrations. Ce n'est ni la langue du peuple, ni la langue nationale, ni la langue de l'administration. Donc, c'est carcasse, d'accord. ومن جهة أخرى دعا رئيس حزب الأر سي دي إلى ضرورة الدخول في مرحلة انتقالية للخروج بالجزائر إلى بر الأمان. إلى قنستيك مصفوف النار. باش هكني هاتني ندير إلى قنروح أون بيريود دو ترانزيسيون. تيغيران مسلاي باش نتساي نبغى فاش وين نبغى غاتنفذو فاش وين نبغى غاتنفذو أمك غانتخبير من هذا. وتجدر الإشارة أن ذكرى الربيع الأمازيغي هي مناسبة يتم استذكارها بنشاطات فنية وثقافية في غالبية قرى ومداشر ومدن الولاية.